السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الاكارم اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي فضاءات اسلاميه، في هذا الفضاء من فضاءاتنا نتناول موضوع الشهيد والشهاده وكيفيه اقتران هذه الشهاده بالخلود بوعد من الله جل اسمه الكريم وفي احاديث نبويه كثيره كلها تشير ابتداء فلنبدا من المعنى اللغوي الذي يعني مرتبطا مع معناه الاصطلاحي بان الشهاده تعني الحضور وتعني العلم وتعني الحياه بمعنى الذي يستشهد هو ليس مفقودا بل هو موجود حاضر وعالم وحي على العكس من كثير من الذين يتصفون بانهم موجودون ولكنهم غير فاعلين على الساحه الحياتيه الشهاده والخلود كيف نظر لها ديننا الإسلامي وكيف يقرأها التاريخ والثقافة هذا ما يدور الحديث عليه في هذه الحلقة مع ضيفي الكريمين في الاستوديو سماحة الشيخ محمد السنجري الشيخ حياكم الله أهلا ومرحبا بجنابكم سعادة مشاهدين لهذه القناة المباركة ولجناب الدكتور سلمك الله العزيز سلمكم بكم أوصل تحية وترحيب بالأستاذ الدكتور سعد تميمي دكتور حياك الله أهلا ومرحبا بجنابك الموقر. حياكم الله دكتور فراس وحيا العزيز شيخنا السنجري الله يسلمك دكتور مشاهدي العراقية حياكم الله نتشرف بكم ضيفاني كريمة شيخ السنجري البداية مع جنابك الموقر و <applause> هذه اللفظه، لفظه الشهيد والشهاده، على الرغم من عدم حضورها في القران الكريم، الا ان لها موقعا كبيرا في التصورات الدينيه بشكل عام والاسلاميه بشكل خاص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين، محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، مره اخرى نحييكم ونحيي كادر الله. العراقية وجناب الدكتور سعد الأخ العزيز الله يسلمك الله يطول عمرك الله يوفقك الله فمثل ما تفضلت بأن معنى الشهادة هي لم ترد في القرآن إلا بمعنى الحضور فمن شهد منكم الشهرة فليصم م -م. ها والنبي صلى الله عليه وآله أيضا لما يكون شهيدا عليكم فالشهادة لكن اللي تفضلت به إما معنى الخلود ومعنى العمل ومعنى العلم لأنه العلم هو شاهد لكل ما يدور حول الإنسان حتى قال أحد الأدباء كن عالما ورض بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال فإذا الخلود هم الذين يخلدون بعد كثير من الذين قتلوا هل ماتوا؟ لا بالعكس لأن القرآن يؤكد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل هم أحياء هسه معنى الحياة شنو؟ هل أحياء؟ هل الروحية الجسدية أم الخلود هذا الإحياء اللي هو كثير من الذين استشهدوا وكثير كثير من اللي عبر عنه النبي مثل ما تفضلت أن السنة النبوية هي قرينة للكتاب الله ولذا من قال النبي صلى الله عليه وآله من مات دون مات ماله مات شهيدا ومن مات دون عرضه مات شهيدا ومن مات دون دين مات شهيدا فاذا عمليه الاطلاق هذه الكلمه المباركه على الذين هم يقولون والا علي بن ابي طالب عندما ضرب ماذا يعني هو ما قال فزتوا لما فتح حصن خيبر اللي الان تحصنوا به وقالوا هذه لا خيبر بعد اليوم واما الاطلاق هذه الصواريخ المباركه هذا هدمت القبه الحديديه اللي اللي جعلت انه خيبر ثانيه ها وبعثت الاطمئنان والخلود بان اراده الله اريد ارجع لها في محاور لاحقه نعم, لاحقا نعم يعني بلي فقصدي لا كمعرض لم يقل انه فزتوا ها ما لا قصدي على انه مم. فتح خيبر ما قال فزتوا قتل عبرو بن ود العامري ما قال ها مم. لكن عندما ضرب هذا شنو معنى؟ مم. هو هذا الخلود قال فزتوا ورب الكعبه اذا الفوز هو عندما يقتل الانسان مم. في سبيل الله او في سبيل الدفاع عن وطنه مم. وعن عرضه وعن امواله وهذا اللي تمثلت كلها بالذي أه استشهد منه سماحه حجه الاسلام والمسلمين السيد نصر الله مم. ونصر الله ترى بالمناسبه هو عراقي الاصل مم. مم. وانه جده كان هو الذي في احد علماء كربلاء والذين حتى كان بينه وبين نادر شاه وبقيه الآذي و اريد ارجع لهذه نعم. المحاور المهمه والضروريه نعم. نعم. واود ان ابقي في جعبتك سؤالا شيخنا المعرفيب. نعم القران دائما يوصينا انه الذي يقتل في سبيله ولا تحسبن الذين قتلوا, قتلوا في سبيل الله نعم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيله سبيل الله أمواته بل يعني اكثر من مره يوصينا القران بعدم ان نطلق لفظه الموت على الذين يستشهدون نعم الذين نعم يقتلون في سبيل أه سبيل هاي الله، هي ارجع لها بالمحور اللاحق نعم مع حضرتك نعم نعم وانتقل مجلد تحيه وترحيب دكتور سعد حياكم الله شاكر تلبيه الدعوه من حضرتك، وحدثني عن مفهوم الشهاده لو سمح الدكتور وكيف عرض التاريخ والاديان هذه المفرده او هذا المفهوم الذي يتداوله الناس بالسمو والعلو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد مثل ما تفضل سماحه الشيخ بالتاكيد القران الكريم لم ترد فيه لفظه الشهاده لكن مضمونها مثل ما تفضلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مضمونها موجود في امتداد القرآن الكريم مم. الإمام علي عليه السلام عندما تحدث عن الجهاد والجهاد هو نتيجة الشهادة مم. عندما قال الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولياء. أوليائه, أوليائه وهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة لاحظ هذه الجمل الثلاث وصف الإمام علي هذه الشهاده. مفهوم الشهاده موجود على مر التاريخ لكن بهذه بهذه الصيغه بهذا المفهوم هو وليد اخر الرسالات السماويه وهو رساله الاسلام، لان يعني الشهاده بدا مفهومها مو فقط يعني بمواجهه الكفار وانما مواجهه الظلم وخير دليل على ذلك نهضة الإمام الحسين عليه السلام، يعني عندما نعادل عندما نقول الحمزة سيد الشهداء، والحمزة استشهد في معركة بدر، في معركة عفوا أحد، في مواجهة الكفار، والإمام الحسين استشهد في مواجهة من؟ الفسدة والظالمين، السلطان الجائر، هذا السلطان الجائر اللي هو يتمثل الآن بالقوة الغاشمة أيا كانت هذه القوة الغاشمة ليس, ليس لدينا هذه القضية المناظرة الدينية الظلم قد يكون بواجهة إسلامية قد يكون الظلم بواجهة دينية أخرى قد يكون الظلم بواجهة ملحدة لا تعترف به وأيضا بالمقابل قد تكون الإنسانية موجودة في كل هذه الواجهات قد يكون هناك من هو ملحد لكن يمتلك الـ الـ المسحة الـ الإنسانية فلذلك مفهوم الـ الـ الشهادة مفهوم حاضر وهو مقياس لتحقيق العدالة في الأرض عندما تنحرف الحياة نحو الظلم لا بد أن تحضر الشهادة أن هناك من أن يأتي الشهيد فيمنح رح للآخرين الحياة هو يضحي بنفسه فيمنح للآخرين الحياة لأنه هو مقتنع بذاته بأنه خالد هو يعني عندما يتحدث الرسول يعني ماذا يكسب الشهيد؟ يكسب الشهيد لاحظ اذا ما استشهد في ارض المعركه لا يغسل ما يحتاج ان يغسل الا اذا وصلوا له وف وفيه رمق ممكن ان يغسل الشهيد لا يتخلص من عذاب القبر يتخلص يعني الشهيد هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما يستشهد يعرف مكانه اين يرى <applause> مكانه في الجنه مكانه في الجنه مكانه الشهيد عاليه جدا لانه عندما يضحي بكل شيء ليمنح للاخرين شيء وليمنح لهذه الحياه يعني لاحظ هذا الانكسار الان لابد ان صحيح <applause> انت أرد دركت اريد اوجه سؤال <applause> لأن المحور يعني يعني نصف الحلقه هو <applause> للمواجهه الحاليه بين صفي الحق والباطل الظاهر جدا والبين والعلني، هاي ثنائيه الحضور والغياب اللي إذا تاخذني حضرتك الها بشكل واضح جدا انه هنالك من يوصفون بانهم احياء ولكنهم غائبون وهنالك من يستشهد من يقتل في سبيل ولكنه هو حاضر وعالم اريد ارجع لهذه الفكره وكيفيه الحضور الحقيقي للانسان بافعاله القيمه شيخي الحبيب يعني اودعت في جعبتك سؤالا عن توصيه القران للمؤمنين والمسلمين ان لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ابدا هؤلاء ليسوا امواتا، نعم الموت يعني الفناء، يعني انقطعهم نعم ليسوا فان نعم فانين، يعني هم باقون على قيد هذه الحياه وفاعلون فيها. نعم، احنا قلنا ان القران الكريم بدا بذكر هؤلاء باكثر من ايه عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن آه اللي يبدا القران يقول اوصى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيه وذلك هو الفوز العظيم. هذه الايه 112 من سوره التوبه. لا يوجد اوفى من الله فيها هذا. اها والاخرى لما يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما هذه درجات فيه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما هذه الايه اللي هي أربعين أو 140 من سوره النساء ولما الله سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لعله مدد سماوي ياتي بعض الاحيان كما حدث في ع... بمعارك في بدر ها معارك المسلمين ها و والذي و نشاهده و الان في لبنان اها والا كل القوى مم. وكل العالم يعني هسه الدول هاي اللي يسموها الاوروبيه سبعتهم ويا, ويا على بلد صغير ها ما يملك شيء من مم. هذه المعادله شنو هذول باقي لحد الان؟ <applause> شنو اللي يخليهم ان يبقون على هذا سوى ما اكمل ما ذكره جلاب الدكتور على موضوع, موضوع الجهاد عندما قال قال امير المؤمنين سلام الله عليه الجهاد عز للاسلام <applause> و... مثل ما تفضل جناب الدكتور قال ان الجهاد باب من ابواب الجنه ذكرته كتب الفقه هذا هذا باب من ب... لخا فتحه الله لخاصه اوليائه مم. وهو لباس التقوى درع الحصينه وجنته الوثيقه فمن تركه البسه ثوب الذل وشمله الب... البلاء وديث بالصغائر والك... والقمات مم. اي الذل وضرب على قلبه بالأزداد وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصر <applause> هذا القرآن فكل المسلمين بدون أي مذهب واي يوجبون الجهاد كما باجماع المسلمين كالصوم والصلاه ولكن للجهاد شروط هو أن يردس الجناب يعني ان يعني يكون الحرب شروط. مشروعه آه. الشروط شنو هي هاي الشروط العامه البلوغ والعقل والذكوريه بالاجماع هذا اذا والعقل كان إذا انا قصدي حتى لا يختلط هذا الشيء بذلك المدلس عليه مثل ما بين الدكتور انه لما من الامام الحسين قال حديث للنبي جابه من راى منكم سلطانا جائرا ها سلطانا جائرا ها يستحل شو يستحل؟ يستحل كل الحرمات اللي ها ولم يغير عليه بقول او فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله مدخل. لذلك لانه الان يقول اجا واحد من الامام وصادق قال انتم شو هذول الزيديه مم. قال انتم ما ترون للجهه قال لا والله لكن لا ادع علمي الى جهلهم مم. نحن حتى هو ضد مم. ضد مذهب ال البيت مم. لكن ما منع المسلمين او حتى اتباع البيت من ان يشاركوا اذا كان الموضوع دفاع عن الاسلام مم. ها ورفع رايه الاسلام فلذا كان الامام الصادق يقول انت قال ما كمان مم. ها اوجبه عليكم اتهموه الزيديه خصوصا الزيديه اتهموا الامام الصادق بانه لا يرى لا يرى وجوب الجهاد في هذا مم. قال لا ها لكن انا لا ادع علمي مم. هاي الكلمه مم. لا ادع علمي الى جهلهم مم. ها فاذا احنا لما نجي الى موضوع الجهاد وموضوع القتال وموضوع الدفاع عن النفس ها والثقه بالله اللي تخلي هذول الثله ال الصغيره انه يقفون سباحه السيد ال ما هاي معتقداتنا غير ما ادري يعني انا ما لي علاقه انه ما بدا بالامر الا ان توجه الى الله نعم سيد الخامني توجه الى الله لبس الاكفان وغسل غسل الشهاده مم. ومن ثم جاء الى مرقد الـ 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 الامام علي الرضا يطلب الاذن بعمليه حتى لان هي دولته اريد ف... ارجع لهذا المحور ان نبدي ناخذه بشكل غير مبتسر لا اقاطعك فيه أه. أن نسلط الضوء بعد أن أخذ الإجابة من دكتور سعد حول ثنائية الحضور والغياب الذي يقتل في سبيل الله حاضر والذي لا يقتل ويقعد عن الحرب والجهاد هو كأنه ميت الآن هكذا يعلمنا النص الديني والنص الثقافي أيضا هكذا يقول إنه هنالك كثير من يحضرون على المتن الدنيا ولكن لا يؤرشف لهم لا يؤرق لهم بالتأكيد لأن الحضور آه الحضور والانجرار وراء هذه هنقول اللافتات المغرضة هذا غياب يعني الآن لا توجد ضبابية في في اللائحة هو ليس المشهد واضح ليس اقتتال بين أمتين ولا بين مذهبين ولا بين دين ودين قوة غاشمة واضحة, واضحة لكن هذه الذي آه هذه يذهب ف نحن نتحدث عن انه هذا شهيد لكن ماذا تطلق عليه بعض مع الاسف بعض القنوات كذا قتلى أي. من الفلسطينيين وكذا قتلى مم. من اللبنانيين لأن هذه تدري هذا التعبير بالاعلام الى معنى بالتاكيد الى كانت معنى كانت لا لانه لا تنصر هو, المقتول. هو, هو, الان هو لا ينصر آه المقتول مم. وبعد ذلك هو تخاذل مم. وخوف مم. وجبن مم. من آه المؤسسة الإمبريالية مم. المتمثلة بأمريكا آه والكيان الصهيوني مم. ومن لف آه لفهما آه حضور الآن حضور الشهداء آه حضور غير احنا نقول بالمفهوم مم. القرآن أنه خالد مم. عند الله حضور في ساحة المعركة مم. يعني انصدم الآن الصهاينة بعد استشهاد مم. مم. آه السيد نصر الله انصدموا من المواجهه في الارض <applause> قالوا القياده انتهت لكن اين <applause> هذه هذه الثقافه وهذه نقول المدرسه الحسينيه كيف ان انا اقرا شهاده السيد حسن نصر الله بموازاه شهاده آه جده الامام الحسين عليه السلام آه سيبقى خالد السيد آه حسن نصر الله <applause> لأنه هدف أسمى من كل شيء لاحظ ثبت على موقف رد لكل الطائفيين يعني كان موافقة قبل أن يعني في دفاعه عن غزة موافقة فقط أنه يفصل يأخذ حدود يأخذ امتيازات وياخذ ممكن يأخذ الآن الذين يتبجحون يأخذ لبنان كاملة كيف هو يشكل الحكومة هو يفعل فقط هذه ترجعنا إلى عبد الرحمن شرقاوي بمسرحيته كلمة هي كلمة واحدة لم يقلها السيد نصر الله مثلما لم يقلها الإمام الحسين هذه الكلمة لو كان قالها كان يعني حق ندمه لكن إيه كان غابة وحاشا أنا أقول هذه فرضية لو هذا هذا حرف امتناع الامتناع لكن أيضا حسن نصر الله لاحظ للحظة الأخيرة ولو نسترجع نسترجع حوارات مع السيد حسن نصر الله قال ماذا تتمنى؟ مم. لم يقل أتمنى أن تكون الدولة وكذا، أتمنى الشهادة. ذكرتني هذا اللقاء. صعب. أتمنى أي. الشهادة. مم. هذا اللقاء مع مم. قناة كانت أذكرها المستقبل مم. اللبنانية اللي الآن مم. انتهت سأل المذيع ماذا تتمنى؟ مم. قال أتمنى الشهادة. مم. يعني يعني مثل الإمام الحسين عندما مم. هو اختار الشهادة مم. يعني. مجبر مو عليه الاخر يهدد وهذا اريد يعني هذا السؤال الذي اودعه في جعبتك، الاخر يهدد المؤمنين بالموت وينسى مقوله الحسين بان بالموت تهددوني او تخوفني، المؤمنون هم مؤمنون يعني هذه اللفظه بان كل انسان كل من انثى وان طال سلامته يوم سيلاقي هذا الحتف هذا الموت ولكن كيفيه اللقاء اود ان اعود لجنابك ان تاخذني الى دروس وعبر منها المشهد الحالي الذي نعيشه. شيخي قاطعت حضرتك عند هذه اللحظه التاريخيه. يعني الان بدون مع يعني بعيدا عن المسميات الطائفيه مع التصنيفات العقديه الشيعي يستشهد في سبيل السني في سبيل غزه مدافعا مضحيا لان القضيه اكبر القضيه قضيه حق وباطل وعند الحق والباطل لا يوجد حياد خذني الى هذه المساله نعم سمعت اولا احنا بينا قلنا بان الجهاد أه لم يكن مثل ما تفضل جناب الدكتور وانا استشهد لانه عزيزي وصديقي وحديث شيق فلا بد الواحد يقبل الاخر المؤمن مراه المؤمن فطبعا حسنة. للشهاده معان كثيره ها ومنها عندما يقول للشهيد مزايا لا يملكها احد ملك الموت ما يقبض روحه يقبض روحه الله سبحانه وتعالى الثاني لا يغسل ولا يكفن كما بين جلاب الدكتور والثالث اللي أنه يدخل من أوسع أبواب الجنة والرابعة يشفع لغيره لمن ارتضى مم مم والخامسة محرم على الأرض أكل جسده هاي النقطة أود بالإيضاح واحد يقول شو ايش وين اكو؟ هذا تراب ولحم مم. عندنا شواهد مم. قديمه وحديثه. الشواهد القديمه الان للي رايح للي الى الحج او العمره بالبقيع اكو شهداء احد، احد بعيد عن عن بقيع جابنا أه ها لكن معاويه بن ابي سفيان لما راد ينكل بالانصار قال هاي المنطقه احنا محتاجيها الواحد عنده هنا مقتول خليشيلة فيقولون هذولا اكو شغله اثنين عمرو بن الجموح طويل وعرج. وعبد الله الانصاري و ابو جابر قصيرون. فلما قتل عبد الله جابوه وتدق أول حبره قليله وماكو وهذا عمرو بن الجموح عنده ثلاثة اولاد ونسيبه. حتى يقول المرتى لما اجت خمس جنائز رادوا انه شلون التعبيرات العاميه كسرون قلبها <applause> قالها كيف حالك قالت بخير ما دام محمدا بخير وهي شايله خمسه عمرو بن عرج فجل النبي قال يا رسول الله اريد ان اطا بعرجتي هذه الجنه قال تساقط عندك الجهاد <applause> ظل يلح جابوه قتل قلت لك عمر طويل وعبد الله قصير فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اكراما لهم هم ما يغسل فعنده حبره شويه صغيره بس غيرونه لا تكفي غطى رؤوسهم طلع رجليهم غطى رجليهم فغطى الرؤوس وجاب شيء بيده الكريمه من الحشائش وغطى الارجل بعد 40 45 سنه شوف هذا التاريخ وكل اللي عنده خليه يرجع لا يقول إن هاي ها أربعين سنة أول قبر فتحوا هذا وإذا من من رائحة الجنة القماش أبيض الحشيش أخضر جابت مفعول سلبي وعكسي على الرجل ها جابوه خلوه هناك إنه محرم هذه الأجساد على الأرض على الأرض الموضوع الثاني يقولون لما إجى نادر شاه يجدد المراقد وصل للحور قال هذا خليه ولي قالوا ليش قال هذا جعجع بالحسين <applause> ها و ارعب قلوب بنات رسول الله قالوا له يا ابي اجوا ووقف الحسين عليه قال لا انت حر في الدنيا وسعيد في الاخره انت حر كما سمي ما اقتنع قالوا له زين احنا نفتح هذا القبر اذا لقيناه ماكول خلي ولي واذا لقيناه يقولون فتحوا القبر لما فتحوا القبر واذا بالرائحه رائحه المسك والعنبر وإذا لقوا الجسد الصريع كأنه ببزته العسكرية بكابله لم وال... يناله شيء أبد حتى ل... العصابة ها ها العصابة لقاها العصابة قالها شنو قالها شنو قالها جرح مم. والإمام الحسين طلع من ديلة وعصب قرطوني هذا هسه قل بأي علم بيولوجي مم. أي شيء من آخر مم. بعد ألف دقيقة مو ألف سنة مم. من فتحه العصابة سال الدم مم. رادوا ينقطع قالوا لما ينقطع الا بهاي الوصله ها فيقولون اخذ منها شيء قال اتبرك به ورجعوها هذا النموذج الثاني وثم قام به النموذج الثالث اللي هو انه المتوكل العباسي لما اجى الى ابراهيم الديزج هذا قائد القوات المسلحه قال بعد ما صار حادثه منع زياره وحرث القبر وقال لهم هذا القبر حفروا لي واذا اكو بي عظام احرقوها وارموها بالهواء فإجا ابراهيم الديزج يقول فتحوا القبر واذا بالرائحه من رائحه الجنان واذا يقول انه وجدوا الجسد الصريع كانما دفن قبل ساعه ايش قال لهم طبعا مكتوب لهم للمعلومات اللي يرجع الى تاريخ الملوك و وتاريخ الطبري وغيره هذه يذكرون هاي الواقعه مم. لان كيف ال. فقال قال لاصحابه ابراهيم الديزج قال لهم لئن تعرض احد منا لصاحب هذا القبر لن تبقى لنا باقيه قال الامر لك قال من درجع قال ما نشي فلما اجى قال ما وراءكم قالوا ما لقينا قال, قال آآ آآ لقد اراحنا الله من امر كان هما علينا مم. ها دعبل الخزاعي كان يقول احمل خشبتي هاي منذ 40 سنه ولم اجد من يحملوا ما يصلبوني عليها اجوا قالوا له بعد هاي الواقعه هو طبعا هاجي المعتصم بالابيات فالمعتصم ثامن الملوك بني العباس فاجا قالوا له يا غضب السلطان وزعل ما يحتبل مم ايش ما تراضي قال يبي خالف اجوا تدري الملوك ذري الشعراء يحاولون ان يستجلبوهم إليهم قالوا له هذا دعبي راح يجيك قالوا هم هو كان يوم عام للظلامه او لشيء فيقول دخل دعبل خلى الخشبه بالباب وقف امامه ورادوا وم... ينتظر شو ينتظرون منه؟ ينتظرون منه المد واذا به يقول هاي الابيات المعروفه ملوك وبني العباس <applause> في الكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب كعدة أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب مكتف له هذا <applause> قال وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب <applause> <applause> هذه الشواهد اللي تدللنا على عظمه الشهاده وعظمه أحسن الخلود مم وعظمه العلم وكلهم ترى هذول اللي قتلوا علماء يعني معادين وكثير من الشواهد أه شيخنا أنا اشكرك ان اخذتني الى مجموعه من الامثله دكتور سعد لاحظت قضيه الشهاده التي تطرق الى مجموعه من القصص التي تذكرها الكتب المختلفه للمذاهب المتنوعة الموت هو حتمي على كل إنسان ولكن طبيعة هذا الموت من يبقيه خالدا أو غير مذكور خذني إلى هذا المشهد ثقافيا أدبيا دينيا لو سمحت لو رجعنا بالتاريخ كثر من من مات بالمطلق نقول لكن من بقي حاضرا هو من استشهد والشهادة غير الموت يعني أه معسكر ال الاعداء امام الامام الحسين بالالاف <applause> اين هؤلاء اللي بالالاف؟ اين كاسماء؟ اين موجودين؟ غير موجودين لكن <applause> أه معسكر الامام الحسين هم بضعه عشرات لكن أسماءهم محفوره في ذاكره الشعوب محفوره أه مو فقط نقول بالذهب وانما في الذاكره الفعل <applause> الذي حول أه أه انا اريد استوقف عند الحادثه اللي ذكرها الشيخ جدا مهمه شوف هذا التحول الانسان وهذه الان دعوه للجميع اللي ما زال رايح في طريق الغوايه انه يرجع يراجع نفسه الحر راجع نفسه و اصطفى مع, الحسين مع الإمام <applause> الحسين دعوة للجميع أقول دعوة للجميع أن يقف الذي يستطيع بالفعل والذي لا يستطيع بالقول والذي أحيانا قد يكون القول في أماكن محددة لا أريد أن أحدد هذه الأماكن لا يستطيع أيضا أن يصرح أكيد هناك دعوات في القلب ونعرف في أماكن كثيرة من من وطننا العربي يدعون في القلب لكن أقول نحن هنا أقول في العراق مع الأسف يعني ما زال البعض لم يرتقي إلى إلى هول مواكبة هذا الحدث علي. أن يكون مم. حاضرا السيد حسن نصر الله البعض يعني لا يخلط الأوراق إذا كانت لدينا خلينا بعض وجهات النظر عمن اقول اتخذ الدين وسيله لركوب مركب السياسه فالسيد حسن نصر الله كان زاهدا بالسياسه وكان قضيته الاوليه هي نصره الشعب الفلسطيني والتحرر والوقوف في وجه عدوان غاشم يعني منذ بداية القرن العشرين تتحضر هذه يعني هذه الدول الغاشمة أكبر لوبي مؤثر صهيوني يعكس المواقف اللي هو اللوبي البريطاني واللوبي الأمريكي يعني من صنع الكيان الصهيوني بريطانيا ومن دعم الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية لا ننجر وراء مفاهيم وأفكار هي منافقة. مم. أين حقوق الإنسان أنا أسأل الآن؟ مم. أين هذه؟ أه ثبت أن الوحشية ثبت, الوحشية ثبت أن ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والأمم المتحدة اكذوبة. ممثل مم. الكيان الصهيوني في عقر دار الأمم المتحدة ماذا فعل؟ جاء أتى بثرامة أه الورق وأتى ب قانون الأمم المتحدة فأتلفه أقول لهذه الشعوب والممثلين المنجرة وراء المشروع الأمريكي لو كان واحد معدكم فعل هذا الفعل ماذا سيكون مصيره ستشن عليه الحرب لكن مع ذلك وقفوا متخاذلين خلف معسكر يعني الآن إذا ما انتهت هذه القضية هل سيكتفي آه الشعار الذي يرفعه قادة الصهاينة على صدورهم ساكتين لان لا لا لها قانون سلام إيه مع مصر إيه ولا إيه مع الأردن ولا إيه مع إلى إيه 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 مكة والمدينة مم. وإلى الفرات إلى البصرة مم. الضفة الغربية من الفرات كلها كاملة سوريا ولبنان والأردن وجزء كبير من النيل محاذاة النيل الضفة الشرقية من النيل هذا مشروعهم الأكبر الذي يتحقق مم. ولذلك اظهر هذا النتن مم. النتن مم. النتن ياهو مم. عندما اظهر الخريطه اظهر خريطه سماها البركه مم. الضفه الثانيه اللي هي المهادنه المسالمه المتخاذله بمقابل الضفه الاخره المواجهه ال ال المواجهه صاحبه القرار القوي مم. يعني يعني يعيرون الناس بالموت مم. فرحين البعض فرحين مم. ما هو يعني يعني هذه ثقافه اهل البيت الموت لنا عاده وكرامتنا يعني اذا الله سبحانه وتعالى يريد ان يكرمنا يكرمنا الشهاده لان اعلى المنازل من يتحصل على الشهاده مثل ما تفضل شيخنا استشهاد جدا عندما قال لم يقل الامام علي فاز وهو جدل قريش وكل الكافرين لكنه عندما اقتربت لحظة الشهادة قال فزت ورب الكعبة وهذا منهج أهل البيت هذا الثبات على هذا الموقف كلام للإمام الصادق يقول الثبات على هذا الموقف هو شهادة حتى لم يمت في ساحة المعركة الثبات يعني الإيمان بهذا الموقف ويقتلون كما قالت الآية القرآنية اللي استشهد يعني حتى ولو الشعر. لم يستشهد أنا لو أحمل هذا الموقف من من هذا الشعار من هذا المبدأ هو أنا شهيد حتى لو أحسن. لم أستشهد. لأنك نصرت المبدأ لأن أنا صرت المبدأ والحق شكرًا دكتور خذني للمشهد اللي قاطعت حضرتك به يعني هذه الصواريخ اللي تنطلق من الجمهورية الإسلامية وتدك هذا الطغيان وخيبر الجديده التي كانوا يتذرعون انه لا يوجد او لن تكون هنالك خيبر جديده على لسان متحدثهم حينما يتكلم حتى بلغتنا ويريد ان ينطلق من بواباتنا الثقافيه نفسها. نعم. قالوا ان تاخرنا، قالوا هذا تراخي وان ضربنا، قالوا هذا مسرحيه. وإن ظهرت النتائج قالت اللهم أشغل الظالمين بالظالمين ليش القضية جديدة لأنه علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم لترى القوم أبناء القوم إنما تجد هنا وهناك من ذهب, ذهب فرحا واستبشر بقتل السيد ما هو إلا كما عبر عنه نتن من هؤلاء النتنات التي مضت لان <متحدث> يعني علي بن ابي طالب عندما استشهد محمد بن ابي بكر وقف عليه قال والله يا محمد انا لمحزونون بك قدر ما استبشروا بقتلك <متحدث> وانا فقدناك عزيزا وفقدوك بغيضا لهم شغله جديده ها لا تذهب بانه والضروب دففت بقتل الحسين سلام الله عليه ورقصوا ودخلوا بتلك الاعلام يولاه <applause> أه ها بقتل مالك الاشتر النخعي وهو من خواص علي بن ابي طالب مالك <applause> مو عادي ترى مالك هو اللي يصفه هو امير المؤمنين يقول كان لي مالكا كما كنت لرسول الله ولو كان مالك جبلا لكان فندا ولو كان حجرا لكان صلدا مع ذلك ها لما قتل مالك استبشر القوم بمقتله لكن علي بن ابي طالب وقف عليه حزينا ومؤبنا ها فاذا التاريخ لما يجينا لا مثل ما تفضل الدكتور يقول هي ايام لكن شلون <applause> الحجاج لما دز على سعيد بن جبير سعيد بن جبير فدز عليه وهو يقول القي القبض عليه بانه هو بالحج لابس ملابس دخلوه على الحجاج قال انت الشقي ابن كسير استيجان بي قال امي اعلم باسمي منك قال اي هذول الظلمه الجبابره يحاولون ان يخطئون الانسان حتى يقولون هذا خطا ها قال اي الخلفاء الراشدين احب اليك؟ قال ارضاهم لله. <applause> قال ايهم في الجنه وايهم في النار؟ قال اذا دخلت الجنه واخرجت منها اعلمك بمن فيها واذا دخلت النار واخرجت منها فاعلمك اعلمك بمن فيها، قال ابيت ان تعلمني؟ قال لو أبيت الا ان اصدقك، قال الويل لك، قال الويل واد في نار جهنم اعده الله لمن عصاه وليس لمن أه لمن عصاه وليس لمن اطاعه. قال بعد ذلك خذوه فاقتلوه <متحدث> واحد ظهر من الجلساء قال له هذا تابعي وزين هو سمع ضحك قال له شو تضحك قال لضحكت من جهلكما قال له الحجاج قالوا كيف قال له باستعجالك أجلا لم يحضر واستوها هذا أجلا قد حضر قال جيبوه هناك تو يمي ها قبل يخلون نطع حتى الدماء لا تدمر الفراش فكان مستقبل القبلة قال وجهت وجهي وسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين على ملة إبراهيم قال غيروا على غير القبلة قال أينما تولوا فتم وجه الله قال اقتلوه ورأسه إلى الأعلى قال اللهم لا تسلط على قتل عبد مسلم بعدي قال اقتلوه ورأسه إلى الأسفل قال بسم الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تا فأمر الجالسين والخارجين أن يطأوا بنعالهم أو بأرجلهم رأس سعيد ابن جبير يقول ما مضى 48 ساعة إلا هو تدري صلاة عندهم عادة فيقول لدغته في جبهته خنفسانه فاصيب بداء الزمهريه، داء الزمهريه شنو يظل يرعش فيقول حتى يوضع كان وسط نيران وتقرب النيران ويشوى بعض لحم جسده وهو لا يشعر ويصيح مالي وسعيد مالي كان يراه امامه كان يتخيله سعيد ذاق وهذا وين؟ ومن ثم ايضا المزيه للشهداء اللي اللي اطوال اعمارهم طويله او بالخمسينات فاضت بغداد لقوا رجلين ممدودات مم. فاجوا الى مصطفى جواد الله يرحمه قالوا لمن هذا القبر؟ مم. قال لاحد الصحابه واظنه حذيفه راحوا الى راحوا الى جعفر الخليلي الله يرحمه مم. فاجوا الى مصطفى جواد قالوا لمن هذا القبر؟ قال لصاحب امير المؤمنين مم. حذيفه بن اليمان فاجوا كلفوا السيد محمد الصدر انذاك لانهم ارادوا يجروا ما قدروا مم. ها فكلفوا السيد محمد الصدر الله يرحمه يعني كان رئيس الوزراء فيقول لما استل الجسد بعد ألف سنة ها أكثر من ألف سنة وجدوا الجسد ها وموجودة الصور الآن أنا من أحكي أحكي بشواهد هذه مصورة وكذلك آه سلمان آه المحمد مصورة كثير من المشاهد الحديثة التي صورت استلوا آه وجسد كإنما لم يبلى ولا اي شيء حسن. وحمل مره ثانيه ودفن الى جانب ورد. سلمان هذا هو الخلود إيه. شيخنا. هذا الخلود اريد نرجع عندنا المحور الاخير مع حضرتك ومع جناب الدكتور حول قضيه المواجهه الان بين معسكري الحق والباطل دكتور سعد يعني نبهتنا الى انه المثقف يجب ان يمارس دوره الان انه الحياد الان هو نصر للظالم على المظلوم لا حياد في هذا الموقف يجب ان ابين موقفي انا مع الحق ام مع الباطل والعياذ بالله شكرا جزيلا لك دكتور فراس هذا مع الاسف يعني لم ترتقي كثير من خلينا نقول من تدعي بانها مؤسسات مدنيه بعضها بعنوان ثقافي هناك افعال على استحياء لا ترتقي لا ترتقي الى هذا الحدث الاكبر وكانما اذا اخذت هذا الموقف فهو سب عليها قد تحسب مم. بظنها على انه نسميه الاتجاه الاسلامي وما يعني الظير. هؤلاء 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 الفسده الذين اتخذوا من الاسلام مم. حتى يحققوا ماربهم لا يمثل الاسلام. مم. من يمثل الاسلام مثل السيد حسن نصر الله مم. وغيره ممن بذلوا النفس مم. يعني اعلى شيء ممكن يقدمه الانسان هو نفسه يعني السيد حسن نصر الله ابن قدمه مم. بنت قبل يومين هو والدته بعدها يعني لاحظ وهو منتظر يعني مثل يعني ماخذ الدور منتظر يعني في في مكانه في يعني في مكانه في, في مكانه مم. يعني عندما نقول هو تصدى سنقول انا يعني بمكانته يعني اذا كانوا اصحاب الامام الحسين انطاهم الاذن مم. الامام الحسين ان يذهبوا فاختاروا الشهادة والبعض قال لو نقتل ألف مرة <تصفيق> ونحرق <تصفيق> ويذر جسدنا رماد <applause> نعود أيضا نقف السيد حسن نصر الله تصدى هو في في المواجهة <applause> ووقف ندا لهذا المشروع الاستكباري الصهيوني <applause> <applause> بين أمة بأكبرها متخاذلة <تصفيق> <تصفيق> جبانة والآن يقول هذه القضية هو عليه أن يراعي القوة ويعني تبرير للموقف إذا على المثقف في هذه اللحظة أن يقف إذا يريد هو يقول فكرة إنساني أين هو من هذه هذا الشعب <applause> الذي يضرب ما زال المقاومة تضرب مواقع عسكرية لحد هذه اللحظة التي وكنت نتكلم يوم فيها. الثور الاسود يعني هذه المقوله التي يعرفها العرب ما. منذ جاهليتهم، ما احنا الان مخلينا بالخارطة هو اصلا مستهدفنا يعني الدور ياتي على الجميع بهذا ما البعض مع الاسف ماكولون والبعض مع الاسف <applause> لا يعي يعني هذا مع م -م. البعض هم احيانا متماهي ومتعاون ومنخرط مع المشروع الامريكي في كل مكان متماهي مع المشروع الامريكي فلذلك هو مو بالمستقبل راح يدفع الثمن هو دافع الثمن فاقد لكرامته فاقد لهويته هويته هو <applause> الان هل اندفاع هل المشروع الامريكي والصهيوني هو <applause> الذي يحقق هويتي انا حتى وان كنت انا مو اسلامي انا انتمي الى وطنيتي <applause> عراقي أنا دافع عن مشروع العراق يعني الكيان الصهيوني ترى عدوه ثأر الأخير مخلين الأخير بعض المثقفين مم. الذين أيضا يدعون بانتمائهم للبيئة العراقية والمدنية ومشروع الحضارة العراقية القديمة ما هم عدوهم الحضاره العراقيه القديمه، حسن. سوف لن بابل. لن ينسوا أيه. ثارهم، مم. يعني ترى عدوهم لا مصر مم. ولا ولا هو في موروثه الديني لن تقوم إيران هذه الدوله الا ولا حين لا يبقى والعياذ بالله لن تتحقق النبوه في باب الحجر على حجر، مم. هذا هو, التصور هو هذا تصورا هو هذه القضيه، يعني هدف الاخير مم. هو الان قد ما اخرت العدو في مم. لبنان في فلسطين أخرت عن العراق مم. لأنه في الأخير مشروع الأخير هو مم. يكذب نتنياهو عندما يقول ليس لدينا شيء مع الشعب الإيراني والشعب العراقي لا مشروع أكبر مشروع إخضاع هذه الأمة غير أنه المشروع الاقتصادي تبينا احنا العراق في مشروع مشروع التنميه مم. هذا اذا ما انتصر نتنياهو واحدة من الأمور يضرب هذا المشروع هو أريد يعني يتحقق, هذا, يتحقق هذا المشروع الرافع الهندي الرافع الاقتصادية طريق هذا أرجع لحضرتك بها ربما هو محورنا الأخير يعني أن نربط أنه المثقف يجب أن يكون واعي وأن يزرع الوعي لدى المتلقي العام كذلك بين هنالك رافعة اقتصادية هي التي تؤسس إلى بناء أعلى بناء فوقي لهذه المجتمعات ثقافيا يراد ضرب هذه الرافعة كذلك حينما تأتي حكومات وطنية تريد أن تؤسس لهذا البلد بعدا اقتصاديا مريحا أو جيدا شيخي الحبيب خذني إلى هذه القبة الحديدية التي بينت الصواريخ الايمانيه بانها أوها من بيت العنكبوت وهذا رد على النت نفسه حينما قال يقولون عنا اننا بيت عنكبوت ونحن لسنا كذلك فجاءه الرد يا سبحان الله بالمقوله نفسها التي استشهد بها. سبحان الله اولا هذه قلت لك كثير من الناس كان يعني ما ادري يتعجب او ما يتخيل هذا الرد. لان هذا معروف لان كل الدول وياها كل الدول وياها واذا تجي رد صاعق من هذا ال هذه الدوله الاسلاميه التي تحمل الاسلام الصحيح الذي هو شلون واحد لما اجى علي بن ابي طالب سلام الله عليه قال له ان اخي معك لا ان اخي لم يدرك ما ما ذهبت اليه كانت احد الغزوات قال له هو على راينا ويانا قال له بلى قال لأ انه معنا <applause> ها حتى وان لم يشهد فلذا جاءت المقوله من احب عمل قوم اشرك في عملهم ومن احب قوم حشر معهم فلذا نحن يشهد الله علي انا انا على ما ذهب السيد عليه نصر الله في اولا الدفاع عن الوطن والدفاع عن الدين وتحقيق السلم العالمي بتحرير قدس اللي هو كان دائما السيد الله يرحمه دائما في كل لقاءاته ما ي... هو هزم امريكا في في جنوب لبنان هزم امريكا وكثير من الذين اصحاب القلوب الضعيفه كانوا ما كان واحد لان هذول ربعنا مطبعين وما كانوا وسووا اشكال والوان الا انهم جاءهم الرد الذي الرد العالمي والاسلامي والانساني ترى يما قرباه ايران لكن اولا رد على اغتيال هنيه وخنيه رجال هم لا عليه مذهبهم ولا قريب له لكن والثار اخر اللي هو السيد حسن نصر الله والسيد مثل ما قلت لك فضلت بأنه عراقي وأبو خلي لمن أراد السيرة أحد علماء كربلاء والذين كان أحد مفاوضة أحد الملوك ونادر شافي في فترة من الفترات وألقي القبض عليه والرد هذا أثلج قلوب المؤمنين أثلج قلوب المخلصين أثلج قلوب الناس الذين يمتلكون ذرة واحدة من الشعور بالمسؤولية والدفاع عن الوطن والدفاع عن الـ الـ الانسانية التي ذهب اليها جده امير المؤمنين لان اول اول حقوق اللي تفضل جلاب الدكتور حقوق هذه كلها كلها هيك هراء انه عصبه امم حقوق بينما النبي مثلاها عندما فتح مكة وسمع النداء عندما قال اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة قال صح بلال قال غير, غير, النداء اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة ها ما, ما ترون اني صانع بكم هو كسروا رباعيته جحشوا ركبته ضربوه رموا عليه بالفرث والدم قال ما ترون قالوا اخو كريم قال فاذهبوا فانتم الطلقاء واجعل بن ابي طالب اللي الاعلان الثاني لحقوق الإنسان هذا عهد لمالك الأشتر النخعي فهذا السيد ومن تبعه وأصحابه هم الذين هم سائرون على هذه وكل شريف يحمل ذرة من, من الإخلاص لوطنه ولدينه أن يكون يعتبر هذا قبلة ويعتبره نبراس ويعتبره شعار عندما رفع الشعار لا ضد ضد امريكا وضد ضد الصهيونيه ضد وهو لا يملك شيء يعني لك هذا السلاح لكن, لكن أنا الإرادة القوة الإرادة هذا الختام راح يكون مع حضرتك حول هذه القضية نعم. هؤلاء المؤمنون الأقوياء جدا نعم. على المستوى الاستراتيجي يشوف أنه ماكو شيء يعني الآخر يتمتع بالترسانة وبالعدد والعدة ولكن الانتصار كما علمنا الحسين عليه السلام, سلام الله عليه. لصاحب المبدأ دكتور سعد خذني في هذا المحور لو سمحت عن القوة أو الرافعة الاقتصادية المهمة التي يريد الآخر أيضا أن يجابهنا فيها أن يحاربنا فيها أن يغير حتى خطوط التي تنمي هذا البلد تنعش اقتصاد تعلي من شأنه ماديا وهي حرب على كل الصعود والمستويات تأكيد يعني غزة هدف الأول للكيان الصهيوني س فقط طوفان الأقصى هو السبب مات وكان تخطط وكأنما طوفان الأقصى كانت هي ضربة استباقية لأن الكيان الصهيوني كان يخطط لاستباحة غزة لأنه المشروع اللي هو بمقابل طريق الحرير للصين وبمقابل حتى يعني ما نخطط له في العراق اللي هو طريق التنمية اللي يمر وهذا أيضا يعني ممكن أن يكون حلا اقتصاديا لكثير من نقول الصعوبات اللي يواجهها البلد الطريق البديل اللي هو يعبر من الهند والهند حليف يعني من حلفاء الكيان الصهيوني مرورا بالامارات العربيه والخليج ومرورا الى غزه الى الى اوروبا هذا الطريق الذي بشر به بايدن ومن قبل بشر به ترامب يعني مهما اختلفوا لكن يتفقون في المصالح. احنا هذه الاحداث يحتاج ان نسترجعها ونركز على ان ننمي خلينا نقول التكنولوجيا عندنا نتحرر هذه التبعيه مع الاسف ننمي مصانعنا قدراتنا لانه حتى التكنولوجيا مع الاسف هؤلاء مثلا ماسك اللي يقول رادي يسوي مجانا واحده من الدراسات تقول الاختراق قد يكون ماسك ايضا من خلال جزيئات بالنانو تكنولوجي وموصلها الى الى بداخل حزب الله الاجهزه هذه حتى الاجهزه الاتصال اذا احنا ايش يحتاج احنا؟ يحتاج بناء نفسنا علميا يحتاج بناء نفسنا فكريا لا نذهب مع كل طروحات الغرب معظمها اكذوبه يعني يعني فلاسفه يعني كنا نعتد بارائهم هابرماس وغيره هم معظمهم هم مؤيدون للمشروع الصهيوني اين الفكر الحر الذي يمكن ان يقدموه للإنسان دقيقة أخيرة أود أن أختم مع حضرتك وأعطي دقيقتين لجناب الشيخ في الختام تحسبهم جميعاً وهم شتى يعني خذني لهذا التصور الحقيقي أنهم هم هكذا ظاهرة هوائية غير قابلة للمقاومة الكبيرة أن وجهوا بجبهة حقيقية إيمانية بالتأكيد يعني في 2006 معروفة معركة الدبابات كانت هي النهاية بس <سؤال> <سؤال> الان يدمروا الطرق <مزل> الـ 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 الاحياء السكنيه غيرها انتظر يعني يوم امس كانت يعني بدايه نقول مع يعني معركه دبابات محدوده ثلاث دبابات واليوم دبابه المقاومه موجوده على الارض وتحت الارض وما زال سلاحة الذي مضاد للدروع بعده يعني موجود معركة أخرى بعدد كبير من الدبابات إسقاط مروحية مروحيتين سيلجأ الكيان الصهيوني أن يذهب إلى هؤلاء اللي هم عملاء بالجهتين مع الأسف يذهب إلى فرنسا هذه النافذة وسنتذكر سويه يعني. الى فرنسا باعتبار راعيه للبنانيين انه الحل البديل ووقف اطلاق النار حق. مثل ما صار القرار مو لبنان مثل ما يصور الاعلام العربي مم. هو اللي قبله وانما إخذار. اسرائيل هي إسرائيل. التي طلبت وقف اطلاق النار بعد تلك المعركه. مم. شكرا كلمه اخيره يشير لسيد المخرج الختام اخذها من جنابك انا اقول من مم. هذا المنبر الشريف مم. فليعلم اعداء الإنسانية المتمثلة بكل الملحدين بكل الكفرة أن هناك رجال أشداء مؤمنين لا يهابون الموت ولا يخافون أنا قرأت رواية على عندما انتصرت الثورة الإسلامية في ذكرها مجمع اختصار لو سمحت شيخ على كل حال مم. ان هناك لا, ي... لا يهابون الموت ولا يابهون باي شيء ولا يخوفونهم كما خوفوا الامام السجاد بانه عندما قال اقتله قال ان القتل لنا عاد وشهاده وكرامتنا من الله من الله شهاده اذا هناك ما دامت الدنيا دنيا ان هناك اشداء صامدين على المبدا وصامدين على الحق ويبقون هم الباقين وهم مسيطرون ما دامت الدنيا دنيا. أحسنتم الشيخ محمد سنجري شكرا جزيلا لجنابك الموقر الحمد لله على سلامتكم مرة أخرى الدكتور سعد تميم شكرا جزيلا لجنابك لتلبية الدعوة ممتن من جنابيكما الكريمين وفي الختام مشاهدي الاكارم منذ القدم والانسان يدرك ان الموت عاده بشريه كل ابن انثى وان طال سلامته يوما على اله الحدباء محمول لا يوجد انسان لا يموت ولكن الكرامه كما علمنا نبينا وديننا وائمتنا الاطهار هي الشهاده دفاعا عن الحق والدين ودفاعا عن قضية عادلة تنصر المظلومين فيها شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء борг там же.